بكم عندي القناة ديالي معكم إيمان. فهاد الفيديو ده غادي نجربو مجموعة من الخدع الموجودة على الابليكاسيون تيك توك. تيك توك ديالي نخلي لكم هو هذا. شفت بزاف ديال اليوتيوب الأجانب حتى هما داروا بحال هاد الفيديو وقلت علاش لا يكون فيرسيون ماروكان. قبل ما نبدا في هاد الفيديو ما تنساو تشتركوا في القناة ديالي والضغط على الزر الأحمر وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، وكذلك تابعوني على الانستغرام ديالي هو هذا، سناب شات او تيك توك نتفاعل فيهم بزاف. غادي تلقاوهم كاملين في صندوق الوصف. خلينا نبداو هذا الفيديو ديالنا. غادي نوريكم المقاطع الموجوده على التيك توك، يعني الخدعه الموجوده على التيك توك هي الاولى. عاد من بعد غادي نجربها انا وغادي نشوف واش غادي تصدق ليا ولا لا. كنتمنى تصدق ليا حيت بغيت فريمون نجربهم. كاين شي حوايج زوينين غادي يعجبوكم وغادي ينفعوكم اكيد. سو نبداو بالخدعه الاولى. ليتس جو. الخدعه الاولى اللي بزاف 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 جربوها هي ديال الفلوس، يعني كتخربقاهم بحال هكا وكدوزي عليهم بستريتر. باش نجرب الفلوس ديالنا باش ما اختها تحرق ليا وتصدق هاد الخدعه ماشي شي حاجه. جربت هاد العمله هادي ما عرفتش ديال روسيا، واقيلا ديال روسيا كنت غير لقيتها هادي. غادي نكمشها مزيان، كنعرف نكمش الفلوس خفت عليها حيت هي اللي عندي محتفظه بها. انا نكمشها مزيان وغادي ندوز عليها بستريتر وغادي نشوف واش غادي تولم بحال الاول ولا لا، واش غتقاد ولا لا. سخن سخون بسم الله. عاد تحرقات لي هادي عزيزه عليا. صدقات. شوفوا الفرق، الفرق انتما شوفوا الفرق. شوفوا هنايا، شوفوا هنا كيفاش مكمش. وانا كيعجبوني الفلوس يكونوا جداد. واو كيبان لكم البخار الدخان. واو شوف شوف. واو صدقات. ماما بزاف كيعجبوها الفلوس يكونوا بحال هكا، ما كتعجبهمش يكونوا مكمشين. سو غادي نوريها هاد الفيديو. واو شوف كيفاش رجعات. نقعد هنايا الفلوس كاملين غنديرهم بحال هكا. فإذا كنتي معرضة لشي إعراضة كيبغوا هادو، كيبغوا يدو الفلوس وكيبغوا يكونوا جداد. سو هاد الخدعة هادي ليكم نتوما. واو واش كيبان ليكم هاد الدخان ولا لا؟ واو واو عجبتني الخدعة هادي. صدقات صدقات ليا. وكنت صراحة كنت خايفة لا تحرق والله، دابا غادي نمشي نجربها في الفلوس ديالنا. شتي كيفاش ولات ترى هادي كتصلح لهذوك الفيديو ديال الخدعة الثانية حتى هي بستريتر. سو غنخليكم تشوفوا الخدعة هي الأولى من بعد نجربها أنا. ليتس جو. شفتوا حبه الدوره غادي نديرو موست ستريتر وغادي نشوف واش غتخرج ليا بوبكورن ولا لا. سو انا جبت معايا لقيتهم بعدا كاينين في الدار خاص غار شويه، ما عرفتش كيفاش غادي نحطها وسط ستريتر ولكن غادي نجرب. هذا كيقولوا لي، كنقولوا لي بعض المرات البابيليز، بعض المرات كيقولوا لي البلاك ستريتر، يعني كاينين بزاف ديال السميات. سو غناخذ حبه الدوره صغيره وغادي نحطها هنايا. اوه الحبسه ديال عرفت كيفاش كيحطوهم هنايا. سخون هيا. سو غادي نتسناو كتبان ليكم فين هي. هيا كتبان ليكم يعني بغيت نحطها الوسط شويه سقات ونخليها هنايا. طبطبطق عليا خفت صراحه خفت. ممكنين كيف ما شفتو في الفيديو جربوها عطيتهم بوب كورن. غنعاود وحده اخرى ونديرها هنايا وبسطاح حيت جاتني فهاد البلاصه هادي اقلام مسخونه شويه الوسط ولكن كيكون سخون. We'll be right back.
هذيك الثانيه مزقات لولا مزقاتش لولا باقا مازال حيت كاين انا هنا بارد خصني نديرها في الوسط نعاود واحده اخرى يا واو انا خد واحده اخرى شوف هذه صدقات ولكن ما غاديش ناكلها حيت كنشوفهم انا كيجربوا كياكلوها وهاد راه ديال الشعر نجي ندير فيه بحال هادي ناكلها لا ما جاتش يعني ما كنصحكمش تاكلوها غير انا هادي غير تجربه وصافي هاي صدقات الله ريحه البوب كورن طاحت غادي نمشيو دابا للخدعه الثالثه غنخليكم حتى هي تشوفوها ليتس جو كيف ما شفتوا في الخدعه الثالثه كندوزو ستريتر على ورقه مكتوب فيها بالحبر وكتحيد يا اما كتولي بيضاء يا اما كتولي كلها سوداء على حسب غادي نجربو حنا وغادي نشوفو واش هذا الشيء بصح او نو هاد الخدعة هادي بالضبط ما صدقاش هاد الخدعة كيف ما شفتو خصنا نجربوها بورقة ديال فوتوكوبي يعني تكون بحال هكا ما تكونش بقلم ازرق ولا بشي لون اخر واو تمسح كيما هيك اسود المهم شويه شويه زق زق لي بلاك زق لي اقلام داكشي اللي انا زق لي هنا زقات لي غير واحد شويه خاصني نتسنى بزاف كيخسر لي هذا هو اللي عندي بركه بركه من ستريتر غادي نوريكم انتم شوف شوف شفتو غادي نمشيو للخدعه الاخرى ولكن هذه المره ماشي باستعمال ستريتر باستعمال حاجه اخرى نخليكم تشوفوا الخدعه ومن بعد نجربوها معكم كيف ما شفتوا الخدعه الاخرى غادي نستعملو باستعمال الشعر غادي نحطو فيه التليفون وغادي نشوفو واش غادي يشد لينا ولا ما غاديش يشد لينا يعني خصني نحيد الزيف باش نستعمل شعري ولا في الاحلام جربتها فاش كنت بوحدي وصدقات ودابا غادي نجربها ماشي بالشعر غنجرب حاجه اخرى وغادي نشوف واش غتصدق ولا ما غاديش تصدق هذا مثل مثل الشعر ليس كذلك بحال الشعر ها نتوما ها انا غادي نجربو فيه هاد الخدعه قدرت بحال هكا بحال هكا اوبس هاد الشعر عندك صغير ورا الخميه الواحد هو اللي تفرج في راسو دونك هيا غادي نتفرجوا في شي فيديو ديالنا وصلنا ل 21400 خلونا نوصل شحال بغيت انا بغيت نوصل ل 50K 50K تنظركم صعيبه ولا سهله يلا اللي شاف هذا الفيديو يشترك في القناه ديالي ويحاول يعاونني باش انا نوصلو 50K ربما نقدر نوصلو في هذا الفيديو 50K هاد الخدعه هادي غتعاونكم الا مثلا كنتو فشي بلاصه وبغيتو شي واحد يصوركم وما لقيتوش علقوها مع شي حاجه وتصوروا بوحدكم ديروا داك التايمر وتصوروا بوحدكم ولا بغيتي تفرجي في شي فيلم مثلا عييت بقاي هازه التليفون ديالك حطيه تما بحال دابا انا الخميه ولا ستائر كاينين تما لهي ها هما تماك نحطها تما ونتفرج سهله دونك الخدعه الاخيره صراحه زوينه بزاف وبغيت نجربها وبغيت نشوف واحد الخدعه اللي الا شفتيها كتقولي مستحيل انا نصدق ما تصدق لحتى شي واحد لان هذاك الفيديو ماشي بصح يعني غير قطع الفيديو عاود دار فيديو اخر ودار تجميع ديال الفيديوهات بجوج وباش نلقى هذيك بهذاك الشكل لان هي غير صحيحه ما يمكنش اللي يقدر انه زاد شي مكون الله اعلم ما عرفتش المهم انا بالكولا والبيض
امبوسيبل انها تصدق. ما عرفتش جربوا انتوما وردوا عليا الخبر سيتو لي في الانستغرام وصدقات لكم ولا ما صدقاتش لكم. سالينا الخدع ديالنا، سالينا الفيديو ديالنا. بقى لي غير نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. عرفتوا اليوم اللي كنصور فيه هذا الفيديو اليوم هو عيد الحب. سو كنتمنى لكم عيد حب سعيد، والله يخليكم ديما مجموعين مع الناس اللي كتبغي، وماشي ضروري الشخص اللي كتبغي يكون صديق ديالك، انما صحتك، اختك، امك، ابوك، ماماك، باباك، اختك، خالتك، خوك. ماشي ضروري انكم ترفقوا العيد الحب بشخص اللي كيكون غريب وبعيد عليك، دونك ماشي هو هذا. الحاجه الثانيه هو اننا ما كنحتاجوش نهار باش نعبروا على الحب ديالنا، راه عندكم 364 يوم تعبروا على الحب ديالكم، ما تستناوش هذاك النهار باش تولي 365 يوم باش انكم تعترفوا بالحب ديالكم. ودائما دائما دائما الا كنتي كتبغي شي انسان مثلا حاول انك تقولها ليه، لانك كتعيش حياه وحده. داكشي علاش الا كنتي كتبغي شي واحد قولوها ليهم، عبروا على الحب ديالكم، عبروا على الامتنان ديالكم الشخص، اعتذروا الا كنتو غلطانين. وهذا الشيء غادي نقول لكم. وانا كنبغيكم، كنبغيكم بزاف 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 كاملين نتوما اللي تفرجوا في هذا الفيديو، اللي درتوا ليا سبسكرايب، اللي ما دارش لي سبسكرايب وتفرج في الفيديو، اللي كيعرفني واللي ما كيعرفني واللي عزيز عليه، كنقول لكم كاملين كنبغيكم بزاف 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 بزاف. وخلوا حياتكم كلها حب وسلام، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.